بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. طلابنا الأبطال الغوالي، هواي تجيني أسئلة، أستاذ محمد شلون أقدر أقرأ للدور الثاني طلاب الجامعة قسم اللغة الإنجليزية؟ وأصلاً هي هاي نصائح راح تفيدك بشكل عام. طلابنا الأبطال، أول نقطة يا إخوان لازم نركز عليها وهي كالتالي. طلابنا الغوالي، أنت بالدور الثاني راح تحتاج بعض الخطوات، هذه كلش راح تساعدك ان شاء الله. النقطة الاولى يا اخوان، ركز على الاسئلة الشهرية واسئلة الفاينل. طلابنا الغوالي، انتم تعرفون كلش زين الاسئلة الشهرية والاسئلة الفاينل، خصوصا الجامعة يعني هي غالبا تجي من عندها او نفس نمطها. فركز لي على الاسئلة الشهرية ايش قد ما تقدر، وايش قد ما تقدر جمع اسئلة، حطهن يمك بالموبايل، سوي لك حافظة بالتليجرام واحفظهن يمك، ضروري جدا. إذا نجمع الأسئلة الشهرية وأسئلة الفاينل للأستاذ مالتي بجامعتي كذا، ها ضروري. هاي الخطوة الأولى، نجمع الأسئلة الشهرية. أول شيء اجمع الأسئلة الشهرية، بعدين يلا تبدي تقرأ على مو تقرأ على نمطها. النقطة الثانية، إذا كان أساسك ضعيف جدا، يعني طالب مثلا راسب بمادة النحو باللغة الإنجليزية، أو هو أساسه ضعيف جدا، درس إلكتروني ما عنده، ضروري هنا تدرس مع شخص، تخلي شخص يقريك. إذا تقدر وضعك المادي يسمح لك، تقدر تدخل دورة، ما أقول لك تعال ادخل يم دورة يم أي شخص، بس ضروري تدخل شخص يم دورة، دورة يم شخص على مود يتابعك ويلتزم وياك، تجي يم على عيني وعلى راسي، ما تدخل دورة يم تحب غيري، روح ادخل عند غيري، ما عنده أي مشكلة. المهم تخلي شخص يتابعك، لأن وحدك أنت أساسك ضعيف وما تعرف شلون تبدي. النقطة الثالثة يا أخوان، وهي ابدي بالسهل ثم الصعب حتى تصير المادة السهلة. إذا أنت على سبيل المثال راسب ثلاث مواد راسب، يا أخي ابدي بالمادة السهلة والبسيطة اللي هي أسهل شيء عليك، خلينا نقول أقرب شيء عليك. إذا أنت عندك موضوع وهذا الموضوع جدا مطول، ابدي بالسهل، دائما ابدي بالشيء البسيط، لأن إحنا بفطرتنا نحب الشيء السهل. الشيء لما يكون سهل ننجذب إليه، نقدر نقرأ، بس الشيء لما يكون صعب يعني ننفر من عنده. فابدي بالسهل يا أخوان، دائما ابدي بالشيء السهل، لا تبدي بصعب لأن راح يخرب واسك. النقطة الرابعة يا أخوان، دير بالك من الموبايل، لأن راح ياخذ وقتك ويحطمك حرفيا. الموبايل ترى جدا خطير. هسه أنت تقول لا ما معقولة، بكل بساطة أخذ موبايلك اليوم وحطه بكنتور أو حطه بمكان وقفل الباب عليه، بحيث أنت ما تقدر توصل له، وابتعد عنه لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. شوف نفسك شلون راح تقرا. استاذ مو انا قاعد اقرا على الموبايل، شلون راح اوقف الموبايل؟ خوش حكي، كلامك صحيح. بهاي الحاله عندك نصيحه او حل اخر، وهو انه انت راح تلزم الموبايل مالتك تحذف من عندك كل التطبيقات اللي تاخذ وقتك، تيك توك والى اخره، كل هاي التطبيقات تبعدها من عندك، كل هاي التطبيقات تبعدها من عندك، انستغرام مدري شنو ابعدها، ترى هسه مو وقتها. وبعد الامتحانات دور ثاني عود ارجع لها بعدين ان شاء الله. النقطة الأخيرة يا إخوان، لا تقول بعد وقت، ابدي من هاي اللحظة ورتب أمورك، جهز كتبك، جهز دفترك، جهز أقلامك. صدقني من راح تشوف إنجازات وكاملات ومرتبات، أنت أصلا هيش لحالك راح يصير لك واجد تقرأ، بس أنت إذا مضيع كتبك ما عندك أسئلة شلون راح تبدي؟ فضروري يا إخوان النقطة الأخيرة، ترتب أمورك. صدقني إذا رتبت أمورك اني انطيك جارنتي، انطيك دليل، انطيك يعني ضمان، انت راح تقدر تنجز امورك وتضبط امورك. ملاحظه اخيره يا اخوان، طبعا انت راح تمل وراح تتعب، لان هاي الماده صعبه عليك، ويعني راح يعني تتعب، فمساله طبيعيه لما تحس نفسك جدا تعبت اخذ لك استراحه بريك وبعدين ارجع. ترى هذه كلية نيتشي، لا انت عبارك بس انت ما تقدر تسوي جدول ومخربط امورك، ترى كلنا هيجي احنا نسوي جدول ونتخربط، وكلنا كلنا كلنا يعني انا من كنت طالب اموري دائما تتخربط وارجع نوب عيد نشاطي. فانت دائما حتى لو امورك تخربطت ارجع نوب عيد نشاطك. الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، تقدرون تنضمون الى قناتي على التليجرام، وعندنا دورات ايضا مسوينها مجانا، دورات بفلوس، اي شيء تحتاجونه احنا ان شاء الله حاضرين وياكم. أسأل الله أن يوفقكم ويكتب لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.